مغرب نی سنت پڑا بعد دفع الافات نی بے رکعت نماز پڑھے تے بعد آ دعا پڑھے. اللهم إني أسألك أن تدفع عنا الآفات والبليات والمخافات والشرور والقحط والأعراض والأمراض والوباء والضيق والظلم والصمم والبكم والعمى والحرق والغرق وسائر الآفات كلها في الدين والدنيا والآخرة لا سيما عن هذه البلدة وسائر بلاد المؤمنين والمؤمنات وأن تصلح لنا الرعاة والرعية في العالمين وأن تفرج عن المكروبين المحبوسين المظلومين وأن تيسر أمور المؤمنين والمؤمنات وأمور المسافرين والمسافرات وأن ترجعهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين رابحين فرحين مستبشرين ظافرين بالمراد وأن تقضي ديون المديونين وأن تعافي مرضى المؤمنين والمؤمنات وأن ترحم موتى المؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد بحق سيدنا محمد وآله الأمجاد صلواتك عليهم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد